تحفيزا للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة وتهيئة لبيئة تصنيعية وطنية، انطلقت المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة بقيادة مخلصة وكادر متخصص ومتمكن لتلبي الطموح وتشارك في بناء الاقتصاد الوطني من خلال مشاريعها القيمة وإنتاجاتها الكفؤة التي نبرز جانبا منها. توربين رياح أفقي المحور لتوليد 17 كيلووات، قطر الدوار 7 متر، طول الشفرة 3.25 متر، لديه صندوق تروس، الشفرات مصنوعة من مادة الفايبر جلاس، طول البرج 20 متر. توربين رياح عمودي، الطاقة الإنتاجية القصوى المقدرة 16 كيلووات، ارتفاع كلي 12 متر. قاعدة وهيكل التوربين يرتكز على 3 مواسير 8 هنش، قطر التوربين الدوار 2 متر. توربين رياح عمودي حلزوني، الطاقة الإنتاجية القصوى المقدرة 12 كيلووات، ارتفاع كلي 12 متر. يتكون التوربين من 4 شفرات مقوسة، درجة ميول الشفرة من أسفل إلى أعلى 90 درجة. توربين فردي عمودي، القدرة التوليدية 300 وات، يحتوي على 8 شفرات من الألمونيوم. مولد كهرباء محوري مغناطيسي خاص بنظام الطاقة المتجددة، القدرة 7 كيلووات، نظام 3 فاز، الجهد 220 فولت، يبدأ بتوليد الطاقة عند سرعة دوران يدوية، يستخدم لتوربينات الرياح. مولد كهربائي قرصي مغناطيسي خاص بنظام الطاقة المتجددة، القدرة 4 كيلووات، نظام 3 فاز، منخفض السرعة، الملف النحاس مكون من 150 لفة بسلك 1.2 ميكرو، يستخدم المولد في توربينات الرياح العمودية. مولد كهربائي مغناطيسي دائم، القدرة المقننة 5 كيلووات، أقصى قدرة 12 كيلووات، الفولتية المقننة 380 فولت. محولات رفع قدرة 630 كيلو فولت، دخول 800 فولت، خروج 11000 فولت، وقد تم تجهيز المحول وهو الآن جاهز للعمل في الشبكة. تصنيع محولات توزيع قدرة 100 كيلو فولت بحسب الحاجة والطلب لمنظومة الطاقة الشمسية، وكونه لا تتوفر محولات تعمل بنفس النظام في اليمن أو في مصانع المحولات الخارجية، وقد تم تجهيز المحول وهو الآن جاهز للعمل في الشبكة. طبلات توزيع خرطوشي، يتم تصنيع الطبلة من الحديد المجلفن سماكة 2 مليمتر، ويتم تركيب نوعان من النحاس الرئيسي زائدا المخارج زائدا النيترال زائدا الأرضي، ويتم تثبيت بزبارات النحاس بواسطة قواعد سيراميك، ويستخدم فايبر عازل لتجميع القواعد. يكون ارتفاع الهيكل 160 مليمتر وحسب القدرة. طبلات التوزيع حساسة مع البلاكات، يتم تصنيع الطبلة من الحديد المجلفن سماكة 1.8 ملي، ويستخدم نحاس مقاس 30×10 مليمتر، ويتم تثبيت البلاكات مع النحاس بواسطة قواعد متحركة. منظومة إنارة الشوارع الهجينة تعمل بواسطة مصادر الطاقة المتجددة على طاقة إنتاجية 36 وات لكل ساعة، ارتفاع الإضاءة 12 متر. ماكينة نحت وقطع الخشب 3 محاور X, U, Z بطول 1.6 متر وعرض 1.2 متر، ارتفاعها الكلي 1.5 متر. غربال كهربائي هجين يعمل بالطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية، الطول 1.20 متر، العرض 80 سنتيمتر، الارتفاع 1.40 متر. نوع المحرك 3 فاز،
قدرة المحرك الكهربائي 1.5 كيلووات، كمية الإنتاج في الساعة طن ونصف على التقريب. وبالتزامن مع انطلاق المؤتمر الوطني الثالث للطاقة المتجددة، تطلق المؤسسة العامة للصناعة الكهربائية والطاقة المتجددة عبر قطاع الاستثمار فيها فرصا استثمارية لمشاريع وطنية في مجال الطاقة المتجددة توفر أرباحا كبيرة وفقا لضمانات مدروسة. وتتمثل هذه الفرص في مشروع إنشاء مصنع تدوير بطاريات، مشروع إنشاء مصنع لتوليد الطاقة الكهربائية بالنفايات، مشروع إنشاء شركة مساهمة في مجال توليد الطاقة المتجددة. فعلى الراغبين الدخول والمساهمة والمشاركة في هذه الفرص الاستثمارية والمشاريع القيمة التواصل مع قطاع الاستثمار في المؤسسة عبر الأرقام 770-877-878. المؤسسة العامة للصناعة الكهربائية والطاقة المتجددة، إنتاج وكفاءة.